هاي الفيشيولا هيباتيكا سيركاريا ستيج، بالنسبة انه انا هاي شكل مميز مالته، راح يكون عندنا الهاند بير شيب انتيريالي اللي هو الهيد، والبوستيري راح يكون تيل داكس فراكشرز. وتقريبا الفيشيولا هيباتيكا هاي الاج، اول شغله انه راح نشوفها الاوبر كلام، هذا راح يكون هذا الخط العريض يكون مثل القوق يعني، ويكون احنا عشان انه الدايفلو او الفيشتابون راح يكون هم هيشابهون بهاي السؤال، بس انه الاوبر كلام هنا راح يكون اكبر منه. والشغله الثانيه انه اكون النوب ستراكشرز بالهيباتيكا ما موجود، بالدايفلو بوثيريوم ليتوم يكون موجود، بس اذا اجى بالامتحان مثلا انه شفت اذا اكو نوب واضح، اذا اكو نوب واضح تكتب الدايفلو بوثيريوم ليتوم، واذا كان ما واضح اذا كتبتهم يعني اي وحده من عندهم تكون صحيحه، هاي حسب حكي الدكتور بالمحتوى. وطبعا اثنيناتهم يحتوون العفو ان ديفلوبمنت امبري. هاي الدايفلو بوثيريوم ليتوم الاج طبعا تكون اول شيء حتكون اصغر، هناك شفنا انه تقريبا تربع حجم الفيديو يعني كلش يعني ساده السلايد، بس هنا حتكون اصغر. الاوبر كلام راح يكون هذا مثل ما قاعد نشوفه مثل قبق يعني صار اللي قدام، راح يكون اصغر، هناك شفنا كلش عريض، هنا النوب ما موجود، فانه اذا جت بالامتحان انت والنوب ما واضح اي وحده تكتبها يعني حتكون صحيحه، دايفلو بوثيريوم ليتوم او الفيشيولو هيباتيكا. هاي الايكونو فوكس جراني لوسس السكشن بالوول مال هاي داسيست، طبعا هسه اول شيء نجي باللاير بالسيست وول، راح يتكون اول شيء هاي الفايبروس لاير اللي هي المنطقه الغامقه، بعدين المنطقه الفاتحه صايره بالنص هي اللامينيتد لاير، وهذا الخط الرفيع كلش هاي يسموها الجرمنال لاير، تمام؟ وهاي الجوا اللي هي البرود كبسول وكان داخلها سكولكس. يكون كوكس جرانلوزا الهادات ساند، هذا طبعا مو شنو الهادات ساند، انه عبارة عن سكوليز منتشرة بسايد هادات سيست فلويد، تمام؟ مين جاي هي هاي السكوليز صار بيها ديتاتشمنت من البرود كبسول، تمام؟ فيعني هاي عبارة عن سكوليز موجودة بالهادات سيست فلويد، تمام؟ وبها طبعا اذا هاي قاعد نشوف هذين الخطوط هن الهوكس فري هوكس، تمام؟ وهذين طبعا هذين هم مسار. هاي الدايفلو بوثيريوم ليتم السيجمنت ستيج، اول شيء راح تكون اول شيء نشوف انها راح تكون هي عريضه، اول شغله هاي، وهذن ثاني شغله النقاط الحمر بيها ان هي عدد كبير من التستس، وهذن النقاط الحمر على الجانبين، وهاكو الاوبننج مال الروبوتكتيف سيستمز راح تكون انتيريال يعني بنهايه هاي الفتحه اللي قدام، تمام؟ سموها الفيتيليان جلاند. الاوفريز انه استر الشكل مالتهم شويه معاق يعني صار ترتيبهم مثل الخيوط، تمام؟ وهاي مثل ما قلنا هاي الاوبننج سموها الفيتينين جلاند مال برودكتيف، تمام؟ هاي كل الموجود. بس الشيء اللي هبات كل ريدا ستيج يسمونه ريدا ستيج، الشغله اللي تميزه انه اكو تو لاترال ابندجز اللي هي هاي اللي طالع على السايد، تمام؟ وبيها عدد هم من الجيرمينال سيلز، هن هذا النقاط الحمر موجودات بالبوستيريور. شيء ما تقدر تفرق منها، تقدر تفرق اللاترال ابندج. هاي الفشل الهيباتيكا مرسيدي ستيج، اول شغله انه هي حتكون سيليتد كاوت، يعني هذا شلون الشعر صار داير ما داير البراسات، وهذا الشغل الميزه طبعا الاي سبوت وغيره، بس كلهن يعني تقريبا موجودات بالاسلام. راح نشوف هذين الدوائر اللي هي عباره عن كلستر اوف ذا جيرمينال سيل، هذا من المنتشر سيليتد كاوت كلاستر اوف ذا جيرمينال سيلز، هاي يعني نقدر نشوفها، والشيب مالتها يعني ما تفرقها، بس انه هي الوحيده يعني بالفيشل الهيباتيكا يصير راح تكون سيليتد كاوت. الايكونوكوكس جرانيلوزا الادولت، اول شيء احنا نميز احنا نشوف الاماتشور البروغلوتايد، الاماتشور بروغلوتايد والماتشور بروغلوتايد، وهنا راح نشوف اخر شيء اللي هو الجريف بروغلوتايد، تمام؟ هذا بالتسلسل. والهيد مالته الهيد راح يكون ب 4 سكرز 2 هوكس و 4 سكرز، هذان السكرز 1 2 3 4 يعني مثل ما قاعد اشوف واضحه، و 2 هوكس واحد جوا الثاني،